إذن مشاهدينا الكرام، أعزائنا الأفاضل، عشاق موقع جريدة في رحاب الجامعة وقناتها أخبار الثقافة العالمية، نحييكم. إذن مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في هذا الحوار القصير. نستضيف اللحظة السيد بن عيسى، وهو مغربي مهاجر بالديار الفرنسية، قد أصيب منذ صغره وكان من ضحايا الزيوت المسمومة في عجالة. نترك له الكلمة حرة. مرحبا بك الأخ سيدي بن عيسى. شكرا يا أخي، السلام عليكم ورحمة الله. لعل المعاناة التي عانيتها وأنتم في الصبا، وكذلك وأنتم الآن في مرحلة الشيخوخة على ما أعتقد، وما راج حول هذا الملف ضحايا الزيوت وما عرف من تعقيدات، ومن ربما كما جاء على لسان بعضكم أنه تماطل للعديد من الجهات، ومنهم من نعت وزارة المالية والاقتصاد. بدورنا اتصلنا بالمسؤولين بذات الوزارة، فصرحوا لنا على أن الإشكالية ليس على صعيد الوزارة. إذن لمعرفة باقي الملف من بدايته، نستضيف كنموذج معين من العديد من النماذج من ضحايا الزيوت بالمملكة المغربية، والتي عرف هذا الملف يعني الانعكاسات السلبية والاجتماعية للمتضررين ذوي الحقوق. إذن لن أطيل عليكم، أترككم مع هذه الشهادة. مرحبا بك. جزاك الله بخير يا أخي. يعني أنا واحد تخلقت في 1950، يعني في 59 صبت بهذا الزيت المسمومة اللي تبعت عندنا في المغرب، اللي صبت عدد ديال الناس، والان العمر في العمر ديالي 65 عام. يعني ديك الطفوله ديالي كلها دوزتها يعني حقره، من السكويله اللي كون ما نمشيلهاش ما نقدرش نمشي، يعني الحقره ديال الناس يحقريني، ما نخدمش اي خدمه، نمشي ندق عليها تيقول لك ما تقدرش. مشيت عند ميكانيسيان جو مغابيل توجور سا مي في مال او كور، مشيت لعندو قال لي كيفاش غادي تخدم انت عندي، قلت لك في جيب السيروس خصك ساعه، يعني ورديتها في قلبي وعانيت عناية يعني اللي ما تصورش، يعني تكرفصوا علينا. وكانت يعني ليطا ديال المغرب كانت كتعطينا واحد القدر 1000 ريال في الشهر، من بعد ولات 1500 ريال في الشهر. يعني وجاب الله بعض الاصدقاء وخويا معاهم اللي داوني لاوروبا للعلاج في 82، وكنت كنستافد، ان كان عندي الكارني ديالي باش كنت نستافد، وعندي الكارني باش درت العلاج، وشت شهور ونعست في الطبيب محمد الخامس في مكناس. يعني عانيت واحد من مشيت للمغرب، مشيت لفرنسا في اوروبا، يعني كانت واحد الاستقبال دوك الناس الله يكثر خيرهم، يعني استقبلوني، يعني داو لي الطبيب، قلبوا لي لا فيزيت، جراو معايا حتى داروا لي حتى الوراق. يعني جلست تما، يعني وكل عام اللي كنت كندخل كنت كنحاول بس نطابق، يعني نقول لي جيت لعندهم العام الاول قلت لهم اودي هذيك السيف هذاك كنت كتعطيني تعطيوها لي، جاوبوني يعني وقطعوها عليا ما نعطيوكش. يعني كل عام يعني كنت يعني مستقر خارج، خصك تكون مستقر في المغرب، في المغرب عادي يمكن لك تستافد منها، يمكن يعطيوها لي. هادشي اللي قال لي قال تكون في المغرب باش نعطيوها لك، كل شهر جيت تخلص. قلت له ودي تعطيها للوالدين ديالي ولا شي، عاد اللي كانوا حتى هما مراض الله يرحمهم، وخوتي كذلك حتى هما براغ الله يشافيهم. بقيت غير انا اللي مريض، يعني كل عام كندخل ما الا والو، ما كانش اللي كيعطيني حتى حاجه راس الخيط، لان كان تقريبا دوك الناس كانوا واعرين في ذاك 84 85، كنت كنوصل غير الاداره كيجريو عليك ما كتقدر تزيد. ولكن دابا الحمد لله هذه 2010 2015 وهذا الشيء الحمد لله. يعني وكانت يعني من جيت محمد الخامس الله يرحمه ويوسع عليه، الله يرحمه ويرحم الحسن الثاني الله يرحمه ويوسع عليهم، يعني الظاهر الشريف اللي عطاه لنا ورقه الظاهر الشريف، بان كيقول لهم بان السيارات تهزوا 4 درهم بعد 62 تعطي.
خسرت على هذا الشيء هذا عدد الفلوس، لان كل طلعه الرباط كطيح عليا ب 12000 ريال يعني ميران كل سيمانه كنمشي. سي بن عيسى حكينا على الاستقبال، لان يعني ما يؤسف له، يعني كنت معكم في احدى الوقفات يعني قمنا بتغطيتها، لكن انه بالنسبه للممثلين ديالكم على الجمعيه ديال ضحايا الزيوت ما تستقبلوش ولو من طرف اي جهه، يعني هاد شنو كيمثل لك هاد عدم الاستقبال من طرف هاد الجهات، ولو انهم ماشي طرف مثلا او انهم ماشي هما اللي عندهم، شنو كيمثل لك انت في نفسك مثلا كمواطن مغربي ك يعني نقولوا معاق لضحايا الزيوت؟ لان المعاق تما في فرنسا راك كتشوفوه، راه الله شاهد عليا المعاق تما، لا حسن من الانسان كيمشي على رجلي. انا استقبلوني هبط عندي الرانسبور فرصة من الفوق لتحت الاستقبال، يعني غير بور دي بتي تروك، غير الدواء الدواء كذلك كتجي لابيرونس تهزني وتديني وداويني. وهذا المرض ماشي عندهم في اوروبا، انا وقع لي بلادي هنا اللي خصهم يديروا لي هادشي هذا. ولكن كون جيت انا لبلادي هنا عباد الله، جيت لوزارة المالية هادي با لونتون، جينا مع واحد الاخ الصحفي معنا، راه شاف كيفاش داكشي، ما حللوش ما خلوناش ندخلوا. الوزير يعني من الفوق كيطول كيدير لنا باي باي، يعني جمون فو بصراحة، ما عطنا حتى واحد، ما حتى شافونا درنا واحد المشيه، كنا عادي نمشيو للقصر، عاد تحركوا البوليس وتحركوا هذا، لكن تحدد تما ما شافونا. دابا انا اخي انا كنقول لهم الله يجزيكم بخير، حاولوا تعطيونا رزق وتعطوا لهاد الناس راه ضايعين، راه حشومه، لان انا عندي لما في هذا ال 15 في الشهر، انا في لو 15 في هذا لومو هادي، انا غادي نمشي لاوروبا، عندي دي زيكزاما على الدار ديالي وكوج لي بي ديالي، مي كوميم الله يعطيكم الستر، عطيونا حقنا قبل ما عاد نمشيو بعاد ونخسروا السمعه ديال البلاد ديالنا. يلا يجزيكم بخير، هاد الهضره كنوصلها لكم، ورايا اخيرا يعني كلمه الحق ما ننزلش عليها، والله ما ننزل على والو، ونكون داخل وتشدوني ما يهمش ما يهمنيش، ولكن كلمه الحق نوصلها. اذا هذه حقوق ديالك كطالبها، يعني بطبيعه الحال نحن في بلد المغرب بلد الديمقراطيه، بطبيعه الحال لك الحق بالمطالبه بمطالبك وحقوقك، وعلى المسؤولين على الأمة تلبية هذا الغرض. إذن نستحضر يعني الأوامر صاحب الجلالة المفدى فيما يخص العناية بالمهاجرين. أنتم الآن كمهاجر وجئتم إلى المملكة ووقفتم عند الوزارة المعنية، ولكن لم تستقبلوا ولم تلبى طلباتكم، وقد كنت أنا في عين المكان واتصلت بالمسؤولين فصرحوا، وقمت بزيارة يعني للمقر وزارة المالية، وكنت مع أحد المسؤولين بذات الوزارة فصرح على أن كل الأمور لا تتعلق بهذه الوزارة فيما يخص الملف، إنما هناك أطراف أخرى، وقد ذهبنا إلى رئاسة الحكومة قبل رئاسة الحكومة إلى مؤسسة محمد السادس، ف لم نستقبل بالشكل الأليق للصحفيين، وقد أحيلنا على جهة قيل على أنها هي التي تنسق بين الصحفيين، وأمرنا أن نذهب إلى مؤسسة فوجدناها إدارة الدفاع، فاتصلنا بمسؤولين وزارة الدفاع فقالوا لنا الذين بعثوكم هنا ليس لهم دراية ربما بهذا الملف. هذه مسائل تثير حزازات فينا كصحفيين، وعدنا كذلك إلى الجهة التي يعهد لها التنسيق مع الصحفيين بذات مؤسسة محمد السادس، فقيل لنا على أننا لابد من مكاتبتهم والانتظار حتى يعطونا جوابا على ملف ضحايا الزيوت. إذا هذا بدوره يضيع الوقت ويضيع فرصة على الدولة، لأن الصحفي يقوم بواجبه من أجل تقريب المعلومة، من أجل إخماد فتيل، خصوصا وأننا وجدنا يعني ضحايا الزيوت فيه هستيريا، وكانت هناك إغماءات، وكذلك كان هناك قرار أخير هو التوجه نحو القصر. يعني تحدثنا عن هذه المسألة، أنكم كنتم ترفعون أصواتكم، هناك إغماءات، هناك دعوة إلى الجهة التي وقفتم أمامها لمنحكم حقوقكم، ولكن في آخر المطاف وبعد الأذان الصماء حسب ما جاء في تعبير العديد توجهتم الى القصر. احكي لنا على هذا يعني قبل من هذا، كنا حنا جينا، جيت انا عند وزاره الماليه،
يعني بالدرع باش خلوني ندخل دخله وحده، والدخله اللي دخلت من بيرو لبيرو كيزوطوك، حتى وصلت واحد البيرو التالي اللي منه للنائب. هادشي من قبل يعني ماشي من قبل، يلاه يلاه عاد شويه دوك تكون اقل شي 15 منذ اسابيع. نعم ولا هكا يعني قالت لي سير غادي نعيط لك حقها، وليت عيط لها، ولات ما كانش النائب، ما كانش هذا مسافر عنده اجتماع كل خطره، وليت عاود جيت خطره اخرى التاليه اللي جيت عندهم مشيت ندخل، قال لي داك السيد اللي في الباب داك لي كارد كور ديالهم يا اخيرا قالوا لنا ممنوع باش تدخل، ولا دخلتي انت راه قالك جراو على هاد الايامات على واحد الولد اوكوز عليا انا جراو عليه عاد الغبور الدور، ما خلاونيش عطاهم يعني من الفوق هاد بن عيسى ما يدخلش يهضر على حقه. واين يا اخي حقوق الانسان؟ واين هذا المهاجر مرحبا في بلادك؟ يعني لا درت انا هاد الهضره هادي يعني قلتها للناس اصدقاء ديالي في اوروبا هاش وقع لي اي حتى هما يمكن غادي يوقع لهم بحال هاد الشيء هذا. انا كنظن الله يجزيكم بخير، هذا راه ماشي حق هذا يا اخي، عطيونا رزقنا عطيونا حقنا الا كانت عندكم يعني ماشي مؤاتين. عاود جينا عاوتينا معنا الصحافه وقفنا مع الناس كنقولوا يحيى الملك، يعني هذه الاجتماع لكم يحيى الملك، ووقفنا وقفه تما يعني مجد. وجابوا الامن واحد لابس الازرق واحد لابس الكاكي، يعني بحال تقول اش غادي يقتلوه ناس هونديكابي ما كيقدروش يشدوا غير واحد، هادوك الناس اللي كانوا يتفحموا يطيحوا، ما حنا با بيزو حنا بس جيو عندنا حنا كنطلبوا حقوقنا عباد الله. يعني ودابا يعني سوء يعني هاد الشيء هذا عندنا يعني يعني عندنا هذا فقط. هناك اجهاز كذلك على الاعلام لان المرافق الذي كان معي قد تم حاولوا اعتقاله ونزع الآلة التسجيل، يعني أنا الإعلام ما بقاش حق له حق مثلا لنقل المعلومة. هذا يعني للتأكيد على أن هناك شيء ما. إذن يعني ما هو يعني القضية ديالكم الآن؟ ما قضية مصيرية، هناك عدة أبواب لترقصهم، شنو هو الخيار الوحيد الان اللي بقى امامنا؟ قلنا الا سيدنا الله ينصره وينصر الاسره العلويه ويخلي لنا، هو اللي بقى له الباب يحل لنا. راه الا ما حليناش الباب سيدنا الله ينصره اقسم لكم بالله غادي توقع شي كارثه كبيره واحد النهار قدام وزاره الماليه. راه عدد الناس اللي بغوا يحرقوا راسهم الله شاهد عليا، وحصرتهم انا اللي قلت لهم مشي ماشي خدمه هذه حكم عليه تشدوه. والله يجزيكم بخير، بغيت تتفرجوا في هذه المصيبه هذه وتجمعوا على لي زورناليست وتصيفط في اوروبا تصيفط، راه ما تعطيوناش ما تعطيوناش رزقهم، ولا بغيت تحيدوا هذا الشيء هذا عطيهم حقهم رزقهم كيسالوك، وعاد الانسان كيسالك واحد الحاجه واعطيه رزقه، ما قلتكش سلفني ولا صدق عليا سعاده المكلفين بهذا الشيء سعاده الوزاره. هذا الا قلتوا هادشي ما كاينش سرعه المؤسسات الحسن الثاني نتاع المقيمين في الخارج والمؤسسات الاخرى راه عندهم هما كيصيفطوا لهم، عندي دي بروف معاهم، عندي لي بروف هما اللي كيعطيوني الورقه وكيصيفطوا وكيردوا لهم. الا وزاره الماليه ما بغاش تجاوب نهائيا، غير تجاوبني بيه ولا لا بس تعطيني لا ولا شي حاجه ونشوفوا على طريق اخرى نضربوا باذن الله. وهذا الشيء اللي كاين يا اخي، ونطلبوا الله من المسؤولين. هناك يعني بعض الاشخاص ومنهم ربما سيادتكم انه تحاول التوجه الى منظمات عالميه من اجل مثلا في حاله ما اذا لم يكن هناك حل نهائي ولنا لنا في هذه المساله تنسيق مع رئاسه الحكومه. مشكورين لانهم توصلوا واخذوا منا الملف وتعهدوا معنا بشكل رسمي هاتفيا وبشكل مباشر لما زرنا مقر رئاسه الحكومه، فاخذ مشكور احد المسؤولين الملف وقال لي بالضبط على ان هذا الملف له كذلك العديد من الارساليات تصل من ذات الجمعيات. اذا نتمنى لهذا الملف ان يطوى بشكل نهائي و يرد الاعتبار لهذه الفئات المكلومة. إذا هل لكم من كلمة؟ إيه مازال نزيد واحد الكلمة بإذن الله، يعني بس نزيد نأكد بأن لي بروف اللي عندي يعني صفت، يعني الحقوق الإنسان ما جانش جواب، صفت يعني الوزير الأول صفت له براحته هو ريكوموندي عنده، صفت الديوان الملكي جوج براوات، ومني مشيت عند الديوان الملك اختار قلت له دير جوج البراوات كنسنى، قال لي تسنى، يعني فاتت شت شهور وزدت لهم براوه اخرى قال لك تسنى ما عطاكش حتى راسك، قال لك تسنى حتى توصل لك النوبه. يا اخويا الله يرحمك. اذا ماذا تقولون عن مؤسسه الوسيط؟ ربما الوسيط خدمت خدمه، يعني الوسيط اللي خدامين الممتنين ديالها الله يكثر خيرهم جراو ووصلوا الخبز، يعني وصلوا الخبز وصلوا الفران. نعم يعني ولكن الفران وهو وزاره الماليه ما بغاش ترد عليهم جهود. هناك تقارير
مؤسسة الوسيط في هذه المسألة حول الملفات التي تعرض على العديد من الوزارات وقد نشرت عبر المواقع الإلكترونية وكذلك عبر الجرائد الرسمية الوطنية. إذن أين يكمن الخلل في نظرك؟ يكمن الخلل، حنا كنتسناو بإذن الله. كيفما كانت الجهة، لأنه ربما المعالم غير واضحة، لأن كل جهة تقول أنا الملف ما عنديش، يعني أنا كل شيء درت، ولكن أين يكمن الخلل؟ شنو الطلب ديالك لهذه الجهات المسؤولة؟ أنا عندي توت لي بروف، باش ما يقولوش هاد بن عيسى تعدى. توت لي بروف عندي، أنا مازال كنتسنى لأنك وقفتي معنا الله يكثر خيرك، وانت نحن يعني مع الجميع بطبيعه الحال. نعم، وحبستيني وقلتي لنا عندك شي حاجه غادي تجيك من هذا، غادي نتسنى شويه. انا غادي لاوروبا 15 في الشهر، وداي معايا دي ميلف، وداي معايا كل شيء. راه الا ما عطاوناش الحقوق ديالنا غادي نمشي يعني للمحكمه العليا، ندفع الدوسي ديالي بالوثائق عندي، بالحجاج عندي، فرنساويه وعربيه، عندي الجورنالات، عندي التوب الفرنساوي العربيه، عندي كلهم الوثائق بان هذا المرض وقع لي هنا. واش كاين راكم تطلبوا منكم الله يجزيكم بخير، خلي المغرب ديالنا يبقى الصوره ديالو قدامنا وقدام الناس اللي تما يدخلوا بوجههم احمر، خير ما نخسر راسي ونخسر البلاد ديالي. وانا كنبغي بلادي وكنبغي سيدنا الله ينصرو. راه مالكنا هو حبيبنا، وكيحب المساكين، وكيحب الناس اللي اون ديكابي، لان شفتو في التلفزيون كيفاش كيتواقع مع الناس. ايوا من مالكنا يا اخي، هو الكبير، الكبير هو الله. يعني وانتم ما بغيتوش ديروا راه حرام عليكم. مالكنا عطاكم يا اخي، قال لكم واش مالكنا يعني ما بقاش عنده كلمه ملي قال لكم الوثائق؟ ما بغيش عطاكم سنه، قال لكم سنيتو قدامه. انا كنشوفها في الجورنال مسنين ثلاثه اللي مسنين، استاذ بدو ومزوار، وهذاك ديال المؤسسه ديال السميه ديالو بن بريطير، واحد السميه عنده. نعم نعم، ولا اسم ولا هادو ممثل ممثل ثاني الورقه. اذا حنا كنشوفوا يعني كاعلاميين كيوصلنا صدى اللي هو صخب بطبيعه الحال، حيت كنشوفوا انه المبالغ التي ضخت في هذا الحساب ربما تقدر بالملايير. نريد ان نسمع عنكم يعني تقريبا شنو هي اللي ما يروج حول القيمه الماليه اللي كاينه رصدت منذ 1959، أيه. وهي ذاك التمبر كيتضخ في ذاك الحساب، أيه. لفائده هذه الفئه يعني ضحايا الزيوت تقريبا شحال؟ تقريبا حسب يورات كنسمعنا 20 مليار، كل واحد اش كيقول 30 مليار، يعني شنو هو الرقم؟ واش ما توصلتوش لرقم حقيقي؟ ما وصلتش، حيت كون عندي شي دي بروف بحال اللي عندي الوراق الاخرين كنهضر بدي. نعم. بروف ما عنديش دي بروف، يعني انا جينا نحسب تقدر تكون 20 مليار، تقدر تكون 30 مليار. نعم. انا اللي درنا الحساب يا اخي تكون حتى 50 مليار، ولكن الان شحال العدد اللي كيستافدوا بديك 1000 درهم؟ وهذا 1000 درهم حيت كنهضروا مع الضحايا، يعني ما تشريلهمش تاع كاس كما كيقولوا. ماشي لهم شيء، نوضوا تحكوا على عباد الله، راه نسكتوا الناس، عطوا 420,000 ريال و4000 لولادهم و 320 ميكو عليهم. منهم انا دوك 320 اللي جيت من اوروبا وكنجري، راه يعني حركنا الملف، ولكن الغرب الله ما لقيناش. يعني الا عطاو الانسان 1000 درهم يعني شنو غادير له؟ يعني صراحه سؤال مقلب. انا 1000 درهم ما تقدنيش حتى مشيت غير اللحم في الشهر. ان اكزومبل، انا اما واحد الانسان اللي في شاخير كاري في عنده ولادو، عنده كذا، عنده ولادو، ما تكفيش حتى في الضو دابا في هذه الساعه، غير الضو ما تكفيش. اذا هناك في هذيك الاتفاقيه الثلاثيه يعني هناك ذكر مثلا ربما للرعايه، يكون مشاريع، يكون مثلا ربما سكن، يعني واش كاين شي اشارات بالنسبه انه تستافدوا كذا؟ ومن اجل الوقوف على بعض الحقائق، خصوصا حين نجد ملفا مثل هذا مثلا ضحايا الزيوت، يقال على انهم خصصت لهم اعتمادات الى كذا، سكان الى اخره. حول حقيقه هذا الموضوع، هل توصلتم بمعلومات تفيد على انه ربما هناك سكن سيخصص لهذه الفئه المكلومه من الشعب المغربي؟ يعني او اشاعات ربما. الاشاعات سمعناها من عند بعض الناس دوك اللي كيعطوهم 20,000 ريال، كان قالوا لهم بان راه غادي نعطيكم السكن، ونعطيهم كل، نعطيكم نتهلاو فيكم والدواء والى اخره، ولكن ولا غادي يعطيو السكن وما عطاوش لواحد الفئه. كنظن راه حماق هذا، بعدا كنظن عطيو بعد ديك الفئه وعاد فكروا في السكن الا كانت هذا السكن، بعدا حتى يعطيو، عطونا حنا غادي نعطيكم انتم السكن. وكنظن راه غادي كذبوا بوسيتو، انا كنظن انا كذب. ربما نتمنوا هذا يكون حقيقه ويكون امل للجميع، ونتمنوا انه حنا كدولنا كصحفيين سوف نقف عن صحه هذه المعلومه لاجل نقلها بكل امان. اذا نواصل اخواني اخواتي الحوار بعد الفاصل.
إذن كما تلاحظون الحوار كان مع عيسى بن عيسى، وهو أحد المصابين بالزيوت المسمومة منذ عقود. كما تلاحظون يمشي على عكازين ويعاني من أعراض كثيرة، وهذا يعني الزيوت المسمومة تسبب أعراضا خطيرة جدا ومتنوعة، ولعل الملفات الطبية التي تواكب المتضررين بالزيوت المسمومة لا خير دليل. إذن سي بن عيسى بن عيسى، من طبيعة الحال لكم زملاء وكذلك لكم أبناء، كانت أسرتكم كذلك من بين الأسر التي عانت من هذا المرض، ربما منهم من شفي ومنهم من قضى نحبه. إذن تحدثنا عن نموذج فقط عن أحد أو السيدات التي تنام في المقابر. لقد تحدثت عنها في حوار غير مكشوف. الآن أنت تظهر بشكل مباشر لمشاهدينا الكرام في المملكة المغربية وخارجها لأجل نقل المعلومة بكل شفافية وبكل وضوح. الكلمة لك الأخ بن عيسى. يا اخي، حنا نقول اللهم لك الحمد، لان انا درت اسره ديالي في اوروبا، عندي ثلاثه الوليدات كلهم متزوجين، كلهم عندهم وليدات سون بيان بلاصي الحمد لله، بار لي طاف كل شيء، الله نحمد ربي ونشكره ونحمد سيدنا اللي كان وفق لنا باش مشينا لاوروبا، الله ينصره ويجد. ولكن يا اخي بالنسبه لي انا نصحتي كلها مشات على العكاك، انا دابا عندي انا غادي نمشي ندير اوبيراسيون ديال الظهر واقيلا، لان لي بي ديالي مشاو ليا، ما كنقدرش نزيد باسكو سما في طري طري مال في لي فيس ديالي يعني هذا هو اللي كاين. ولكن كنقول لله الحمد لانني انا تصوفيت، اما الناس الاخرين انا جلست معاهم الناس في السكن، يا اخي راه اش غادي نقول لك، راه اللي شافهم يبكي، والله الا بكيت انا بالله، مش الناس كيفاش كيتمشاو كثر مني وكيفاش عايشين. مرأة هضرت معنا الله مسكينه، الا اسفتني حرقتني الحرقه اللي قديمه، كيفاش مرأة في بلادها تعوجوا لها الرجلين ديالها، في بلادها ما كايناش المساعده، في بلادها بقات مزوطه كتبات في القبور، وتخرج برا مسكينه على يديها ورجلها باش تطلب على 4 دريال ولا 10 دريال وتدخل عاود تبات في القبور. واش هاد المرأة اللي كتبات في القبور ودخلت عليكم بالله يا المسؤولين، هاد المرأة واش ما عندهاش مسكينه بان قبل توصل القرب، واش ما عندهاش شي حاجه مسكينه وصلها؟ لا بدا تكون مكرفسين هذيك المراه في القبور من الناحيه ديال الناس، ولا ما عنديش نقول لكم شنو كان، ولكن انتم تعرفوا مراه باش تدخل توصل للقبور وتخرج من القبور في الليل اش كيكون في القبور؟ تتعاني بكيت، ولكن ما لقيت لها جهد يا اخي. اما الناس الاخرين جلست معاهم ناس رجال يعني نوريكم ونجيبهم لكم، شو ما كيزيدوش، الا طلقتي النمله تسبقهم، النمله تسبقهم، يعني مضروري مساكن ها اللي قبطوا عمو، ها اللي قبطوا ولد اختو، ها اللي قبطوا، يعني مضروري ما كيتخلصوا يعني حاله ما تصورش، وكون مساكن برجليهم وغادي يكونوا خدامين ولا خرجت من التريت ولا هذا، مساكن ما عندهم سكوز ديال دوك الرجلين ديالهم، الله يجازيكم بخير. هذا المرض هذا وقع بلادنا، يعني ماشي جاتنا السيده جمعناها، هذا مرض دار ربما بلادنا. كما يقول المثل، ربما زكاة لسنه لاحد المستثمرين، واللي يعني هنا في مدينة مكناس لكانت تغني عن السؤال وعن هذا الحاجة وهذا العوز الذي نلاحظه عن هذه الفئة. من طبيعة الحال حتى في الوقفات الاحتجاجية يصعب على المتضررين حتى الوقوف وحتى أداء حتى الجلوس، يعني أنه يوم يبقى كذلك، أنه ربما حتى أنه هذه العباره انه بيخرج مثلا فين غادي يديرها، فين غادي يعني كتبقى واحد الاشكاليه واحد المعاناه. حدثنا عن هذه المعاناه هذه. انا كي اخي احنا مشينا تما لوزاره الماليه وقفنا نهار كله تقريبا، كاين مسكين اللي بغى يطير الماء حاشاكم، راه جو سي با كوم فير، كان واقيلا اللي كيضربوا بليزار وكيدوز مور الشجره والى اخره، مسكين وهكا كيحشم كيهز الزبل ويديروا في ميكا ويزوطوا، هذا راه تعاين الحالات اللي هي ما خصهاش تكرر، سيرتو العيالات ما حتى الراجل راه كيجد مور الشجره ما كيعرف، المراه مسكينه كتكشف على حالتها، لان واجبه عليه ما عندها يدير. وزاره الماليه سدي الباب، ولا الميضه ولا ديال الماء سدي الباب الكبير، ما يدخل حتى شي واحد. يا صاحبي راه خوت اسمع، راهم خوتكم في الله، راهم مسلمين خوتكم، والايمان الانسان المؤمن الحقيقي لا يحب احدكم. إذن ولعل التسجيل الذي قمنا به مؤخرا في مدينة الرباط لا خير دليل، حيث الأبواب موصدة ولا مجيب. إذن
هادشي علاش قدرت يا اخي، وصلتكم هادشي علاش قديت، ما عادش نقدر نزيد لا زدت اكثر من هادشي، هذا غير كنزيد نطرب قلبي. انا واحد النهار غادي توقع لي يعني، لو وقعت لي سكته قلبيه ولا انتحرت شي حاجه راه كوز هادشي مرض دوها يعني هذا الملف لهادشي هادشي صافي. ولا بغاو هاد الناس هادو، هاد المسؤولين الله يجازيكم، اللي في اوروبا اللي شاف هاد اللي شاف هاد الكاسيت هادشي الله يجازيكم بخير، حاولوا اتصلوا بيا الى قدرتوا تعاونوني باش كي ندير نوصل لا الناس اللي مسؤولين اللي في اوروبا ولا اللي هنا ولا اللي عنده شي مسؤوله يعني في السلطه يعيط لي يقول لي نعطيه الوثائق ويشوف علاش ما قدرتش نوصل، ما عرفتش علاش، علاش سدين علي البيبان، ما عادش ندخل الصحافه واحد البلاصه اللي ما خلاونيش. وهذا هو يا اخي، والنمره التليفون غادي نديرها لكم ان شاء الله الرحمن الرحيم. إذن ومن أراد الاتصال بالأخ بن عيسى بن عيسى عليه تركيب الأرقام التالية 06-81-25-23-31 أو الرقم الظاهر أمامكم على الشاشة. يعني حتى النمرة إلا بغى شي واحد يتصل بيا في أوروبا كان بدا يدير 00-33-31-24-96، هذا ديال الدار ديالي. واللي بغى 00-33-6-69-32-22-00 وشكرا والسلام عليكم. الله يجازيكم بخير يا المسؤولين سواء من اوروبا سواء يا خوتنا المهاجرين، اللي لقى باش يساعدني في اي حاجه راه يعني صحتي مشات وحقي ضاع، وعندي توت لي زانتيمون اللي بغيتو، عندي لانتيمون، عندي حجاج كبار يعني. وهذا اللي عاد نقدر نقول لكم، وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم. إذن كان معكم مفد جريدة في رحاب الجامعة وممثل قناة أخبار الثقافة العالمية، ألقاكم في ملف آخر في أمان الله. إذن كنشكر حتى جمعية الفنون للدعم والتأهيل والإدماج اللي درنا هذا الروبورتاج في المقر ديالها، هذه الجمعية اللي كتنشط بطبيعة الحال بمدينة مكناس في حي الوحدة. سوف نقوم كذلك ببرنامج خاص بهذه الجمعية التالدة والتي نشأت سنة 2004. معنا الآن سي بن عيسى بن عيسى أمامكم. والله بالحق سيدي بن عيسى، أمين. نطلب الله الخير، نطلب الله الحق، نطلب الله ربي ينزل لنا الحق ديالنا، نطلب سيدنا يشد لنا حقنا، لأن من قلب سيدنا ما كاين حتى شي واحد إلا سيدنا هو اللي شد حقنا إن شاء الله. إن شاء الله. Oh, wait, 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 wait.